السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عندنا زي جهاز كمبيوتر هذا الدرايف سي فل فأنا اللي بنستغنى عن الدي والإف ونجمعهن في الدرايف سي باش نحصل مساحة هندير على جهاز كمبيوتر ونضغط على المانج اللي هي الإدارة ونضغط لي إدارة الأقراص اللي هي ديسك مانجمنت تمام فهنلقى أنا عندي عندي سي ودي وإف أنا الدي والإف ما نبيهنش نبي نزيد مساحة السي أول شيء هنلغي درايف الإف هندير له ديليت فوليوم تمام اوكي وبعدها هنجي على ال -C ونشوف انه مازال ما نقدرش نضيف له مساحه نجي على الدي وندير له ديليت فوليوم حتى هو نلغي وندير يس طبعا هنا تكون واخذ نسخه من بياناتك باش انت تحتفظ بها تمام وما تلحش. انا عندي الدي والاف فاضيات نبي نضيف للسي تمام بمجرد ان انا كملت نلغي برضو البارتيشن اللي هو هيكي قاعد عندي تو بارتيشن في واحد نجي نضغط على الاكستندد فوليوم وندير نكست هنلقى ان هو واتي هندير نكست وندير فينش تمام اذا انا ضفت مساحه الدي والاف للسي لو انا طلعت توا أه وشفت السي ضغطت عليه ضغطه واحده ورديت درت باك هنلقى ان زادت مساحه السي وعندي مساحه اضافيه نستغنيت عن الدي والاف معلومه حبينا نشاركوها معاكم وشكرا